الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان درسي وحلقتي هذا المساء المبارك قول الله عز وجل: يكن له نصيب منها. وهذا مقتطف مجتزأ من آية كريمة قال الله عز وجل فيها: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والآية من سورة النساء. نأتي أولا لمفردات الآية حتى يفقه بعد ذلك الكلم بإذن الله. من هنا أداة شرط، ويشفع فعل الشرط مجزوم. شفاعة حسنة واقعة كلمة شفاعة في محل نصب مفعول به، وكلمة حسنة وصف لشفاعة، سيأتي الآن الفرق. ثم قال الله عز وجل: يكن له نصيب منها. يكن جواب الشرط مجزوم. يكن له لمن؟ للشافع. نصيب، ما معنى نصيب؟ كلمة نصب تأتي على معان، تأتي بمعنى الشيء الذي تجعله أمامك، كأنهم إلى نصب يوفضون رب العزة والجلال يقول، وتأتي بمعنى الحظ المقسوم، أم لهم نصيب من الملك في القرآن هذه، وتأتي معنى التعب، لقد بلغنا من سفرنا هذا نصب. فمفردة الجذر النون والصاء والباء يدور والصاد والباء حول هذا. فالله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي يناله خير من ذلك الحسن الذي تقلده. ثم قال الله، وهذه لا علاقة لنا بها بس سنبينها: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي كما لذلك نصيب هذا كفل. لماذا عبر القرآن بكفل هنا ولم يعبر بنصيب، مع أن نصيب يحتمل الخير والشر، وبهذا جاء القرآن وتعرفه العرب في كلامها. كذلك كفل تأتي في الخير، يؤتيكم كفلين من رحمته. ولهذا لا تجد جوابا شافيا يعني يرد الظمأ في مثل هذه الأحوال. لكن بعض أهل العلم يقول، وهذا قول معتبر: الشفاعة أصلا لا تكون إلا حسنة، الشفاعة لا تكون إلا حسنة، فلا يسمى من يسعى بين الناس للهدم والفرقة والشتات والاقتتال والاحتراب، لا يسمى شفيع، يسمى نمام. فيصبح معنى قول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة، يصبح كلمة حسنة وصف كاشف. ما معنى وصف كاشف؟ معنى أن ذلك مجرد مبين للأمر، وإلا لا توجد شفاعة إلا وهي حسنة. إن قلنا بهذا لا توجد شفاعة إلا وهي حسنة، كيف نجيب عن الجزء الثاني من الآية: ومن يشفع شفاعة سيئة؟ هنا يقال في علم البلاغة هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وباب المشاكلة نطق به القرآن، فالله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن العقاب لا يسمى سيئة، لكن هذا كما قلت في عرف البلاغيين يسمى مشاكلة، وقد جاء به القرآن. فهذا مجمل الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقد فسر معنى قول الله عز وجل على كل شيء مقيتا بالحافظ، بالرقيب، بالشاهد، وكلها متقاربة والعلم عند الله. نأتي الآن للحديث عن الشفاعة. ما المراد بالشفاعة في الآية؟ المراد بالشفاعة في الآية الشفاعات الدنيوية. الآية هنا لا تتحدث عن الآخرة، لا تتحدث عن الآخرة، تتحدث عن الدنيا. والشفاعة الحسنة في الدنيا هي إما لجلب خير أو لدفع شر،
إما لجلب خير أو إما لدفع شر. فعندما يأتي أحد يريد أن يوصل الخير إلى غيره أو يدفع الضر عنه بأن يتوسط عند من كتب الله عز وجل على يديه نفعا أو ضرا، هذا هو ما يعرف بالشفاعة الحسنة التي دعا إليها القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما أحب، وفي رواية: ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، لكني أنا أبقى الآن في الآية. فالله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يناله شيء عظيم من الخير، لأنه أراد بتلك الشفاعة وجه الله. فالأصل في المجتمع المسلم أنه مجتمع متحاب، فلو فرضنا أن إنسانا عليه دين، أحد الناس أعطاه مالا قرضا حسنا، ثم طالت الأيام وأراد صاحب المال حقه، لكن المال وفير كثير، الدين يعجز، وذلك الذي استدان لا يملك أن يرد المال كله، لكنه يريد أن يرد بعضا منه حتى يستريح من غم الدين وهمه، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار. فيأتي إلى أحد الناس الذي له سلطان، له جاه، له منزل، له مقام عند صاحب الدين، وقد لا يأتيه، فالشفاعة لا يشترط فيها أن تطلب، فقد توهب من غير طلب. فيأتي ذلكم الشفيع إلى ذلك صاحب الدين معتمدا متوكلا بعد الله على مقامه عند صاحب الدين، فيسأله أن يسقط النصف، أن يترك ما بقي، أن يتريث في استدعاء في طلب المال، إلى غير ذلك مما يجلب به الخير لأخيه ويدفع عنه الضر. هذا مثل عظيم واضح بين يجري اليوم في أحوال الناس عن قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فهذا في جلب خير ودفع شر. وقد قلت إن الحديث كله يتحدث عن الأحوال الدنيوية، لكن هل تجوز الشفاعة على كل حال؟ أهل العلم رحمهم الله يفرقون عملا بما دلت عليه نصوص الشرع، ليس هوا، ما بين الشفاعة في الحدود والشفاعة في غير الحدود. الحدود التي حدها الله عز وجل وأمر بها ربنا، يقول مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ويقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه الحدود شرعها الله عز وجل كسرا لشوكة الظالمين، ردعا لفساد المفسدين، إلجاما لتطاول الظالمين. فلو أننا أتينا نشفع لهؤلاء الظلمة، لهؤلاء المفسدين، لهؤلاء المجرمين، لبطلت الحدود. وإذا بطلت الحدود انتفت الحكمة المترتبة عليها من كسر شوكتهم، فيصبح الظلم أكثر انتشارا، والفساد أعظم اتساعا، والإجرام ربما يتقلده الناس جميعا لو وقع الأمر. فجاء الشرع ينهى عن الشفاعة في الحدود، والأصل في ذلك أن امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة قرشية معروفة، منها فارس الإسلام وسيف الله خالد بن الوليد، وكما أن فيها من الصلاح فيها الوليد بن المغيرة أبوه، وقد كان رأسا في الكفر. والمقصود أنها قبيلة ذات عز وشرف، فيهم امرأة يقال لها فاطمة سرقت، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها قبل أن يقيم النبي عليه الصلاة والسلام الحد عليها. أهم قريشا جمعا عامة ومخزوما على وجه الخصوص أنه سيقام الحد على فاطمة، فقلبوا أيديهم، ماذا يصنعون؟ ذهبوا إلى حب رسول الله وابن حبه أسامة بن زيد، وكانوا يعلمون المقام الجليل الكريم لأسامة بن زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحتاجون إلى رجل له دالة، له مقام، له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمدوا إلى أسامة، أسامة رضي الله عنه أرضاه بقدر الله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع للمرأة المخزومية، هو لا يريد بذلك إلا وجه الله. أصلا أسامة ليس من بني مخزوم، أبوه زيد بن حارثة من قبيلة يمنية.
فلما قال ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي يحدثه ويخاطبه هو الحب بن الحب أسامة بن زيد. فقال له عليه الصلاة والسلام باستفهام إنكاري وقد احمر وجهه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فتوقف أسامة وقال: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. ثم بعد حين خطب صلى الله عليه وسلم في الناس حتى يبين الأمر لهم، وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه العلماء في أن الشفاعة في الحدود لا تجوز. ماذا قال عليه السلام؟ قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فلما بين بما غبر بما سلف بأحوال الأمم التي قبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أخبار الأولين وأنباء السابقين إلا للعظة والاعتبار حتى تكون أمته على بصيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال: وأيم الله، وهذا قسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في قوله عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت إلجام لكل أحد، لأن فاطمة بنت محمد قطعا أشرف وأعز من كل وجه من فاطمة رضي الله عنها المخزومية، فتلك صحابية حسن توبتها بعد ذلك، لكنها لا ترقى لا في النسب ولا في التقوى ولا في المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة بنت محمد. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفاطمة بنت محمد إذا استطردنا في الحديث هي إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء إذا تحدثوا عنها قالوا هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، وهي أم الحسن والحسين الصبطان الجليلان العظيمان المباركان اللذان حبهما دين وملة وقربة رضوان الله تعالى عليهما، وهي واحدة من الخمسة الذين شرفوا بأنهم أصحاب الكساء. وأصحاب الكساء خمسة: النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين رضوان الله عليهم وسلامه عليهم كذلك على فاطمة وعلى علي وعلى الحسن وعلى الحسين، وصلاة الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الشفاعة ردت، مع أن الذي تقلدها وقام بها أسامة بن زيد وقد علمت مكانه، لأنها شفاعة في حد من حدود الله. لكن قبل أن تصل الأمور إلى الحاكم إلى القاضي، فإن الناس يتعافون الحدود فيما بينهم. يجوز أن نحاول أن لا نصل بالأمر إلى الحاكم إلى القاضي، ونحاول أن نتشفع ونبعد عن أخينا ما يراد به وما يستحقه في أن نرضي الآخر عنه، نتدافع الأمر فيما بيننا قبل أن يصل إلى الحاكم. أما إذا وصل الأمر إلى الحاكم ينتهي باب الشفاعة إذا كانت في الحدود. جرت العادة في الناس ما يعرف بشفاعة الجاه، فبعض الناس أتاه الله عز وجل مقاما ومنزلة وجاها في الناس، مثل العلماء، الأمراء، الحكام، شيوخ القبائل، التجار، الوجهاء، هكذا من عرف بالخير والصلاح تجد الناس يعظمونه، يجلونه، يقبلونه، يستحيون أن يردوا له قولا. هؤلاء يعظم في حقهم مثل هذه الشفاعة الحسنة، فالناس لا يعذرونهم، ولا يلزم أن يقبل من استشفعت عنده شفاعتك، ولو ردك فإن ذلك لا يعيبك ولا ينزل من قدرك. لكن أحيانا قد يأتيك من يستشفع في أمر تعلم أن الخير كله في أن لا تكون فيه شفاعة، ليست القضية في أن يقبل صاحب الحق الشفاعة أو يردها، ولكن بعض الأمور لا يحسن بالعاقل باللبيب بأهل الفضل أن يحمل لواءها، ولا نستطيع أن نبين أكثر من هذا، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق واللبيب بالإشارة يفهم. لكن المراد أن حق الجاه حق عظيم، وقد ذكروا أن عطاء بن أبي رباح وهو أحد علماء الأمة في صدرها الأول دخل على هشام بن عبد الملك، وكان هشام وهو أمير المؤمنين يومئذ يطمع
في أن عطاء يسأله حاجة له حتى تصبح لشام منا على ذلك العالم الزاهد الجليل الذي كان معظما عند الناس. لكن عطاء لم يكن يسأله شيئا لنفسه، سأله لأهل الحرمين، سأله لأهل الحجاز، سأله لأهل نجد، سأله لأهل الثغور، سأله للأرامل، سأله لليتامى والمساكين. وخرج عطاء من عند هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف ولم يشرب عنده كأس ماء، ما أنه تشفع لعموم المسلمين، يسأل الخليفة يطلب منه أن يقضي لهم حوائجهم وأن يعطيهم معطياتهم. وهشام يقول نفعل يا عطاء، نفعل يا عطاء، يردد هذه الكلمة طمعا رغبة وأملا في أن عطاء إذا فرغ من الشفاعة للناس أن يطلب شيئا لنفسه. لكن عطاء لعلو منزلته في نفسه ولعلو كعبه في العلم ما أحب أن يكون منه شيء من ذلك لدى أمير المؤمنين. والمقصود أن العلماء على وجه الخصوص يقع عليهم حق عظيم في تقريب حقوق الناس والسعي لدى الولاة، لدى الحكام، لدى الأمراء، لدى الشيوخ في أن تقضى حوائج الناس. فهذا مما يحسن بالعلماء أن يتقلدوه، لكن طرحه عرضه لا بد أن يكون باللين والخطاب المقبول واحترام المقابل ومعرفة حقه وإدراك منزلته واحترام قوله ورأيه وعرض الأمر عليه عرضا لينا وخطابا موفقا. والهادي والموفق الله. نفي إلى فاصل ثم نكمل إن شاء الله ما نحن فيه من الخير، وقد قلنا إن عنوان الحلقة يكن له نصيب منها. الحمد لله، وبعد، ها نحن نوب نفي إلى ما نحن فيه من الخير، وقد بينا أن عنوان اللقاء يكون له نصيب منها، ونحن نتحدث عن الشفاعة. الآن سنضرب مثلين للشفاعة وقع في زمن النبوة، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نعرج على استطراد تاريخي ومعرفي ونحن نذكر الخبرين. الخبر الأول خبر مغيث وبريرة. السؤال من مغيث ومن بريرة؟ مغيث عبد مملوك، كان متزوجا من أمة مملوكة اسمها بريرة في المدينة زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان مغيث يحب بريرة حبا جما، وحب الزوج لزوجته أو حب الزوجة لزوجها أو حب الاثنين لبعضهم البعض مما جرت العادة به، لكن مغيثا كان يحب بريرة حبا جما. هذه بريرة ذهبت إلى من يملكونها، إلى سيدها، وطلبت منهم أو منه أن تكاتبهم. ما معنى تكاتبهم؟ تسلمهم مال على وقت، فإذا أتمت ما اتفقوا عليه اعتقت. فاتفقوا معها على 9 أواق ذهب أو فضة على أنها تعتق، بعد ذلك تقدمها بريرة لهم على سنين. فدخلت بريرة على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخبرتها وتريد بريرة من عائشة أن تعينها. لكن عائشة ذكرت رأيا آخر، قالت أنا أعدها لهم، أي أنا أأتي ب9 أواق وأسلمها إياهم، ويكون ولاؤك، لأنني أنا الذي اعتقتك، لي وليس لهم. فلم يقبلوا، قبلوا بالعتق وقبلوا أن يأخذوا 9، لكنهم لم يقبلوا أن يكون الولاء لهم. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام قال إنما الولاء لمن أعتق. فالذي أعتقت هنا من؟ عائشة، هي التي دفعت، وأولئك قبضوا مالا نظير اعتاقهم لمولاتهم بريرة فأعتقت. هذا فقهيا فرضيا تصبح عائشة أهلا لأن ترث بريرة، بمعنى لو ماتت بريرة وعائشة باقية ترث عائشة بريرة لأنها اعتقت، وهذه أحد أسباب الإرث. يقول الناظم والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وجدة وزوجة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فتلك عدتهن بانت.
فالعتق سبب من أسباب الإرث. أعتقت بريرة، لما أعتقت بريرة أصبحت حرة، وزوجها مغيث بقي على ما هو عليه في الرق، فأصبح الخيار بيدها أن تبقى معه أو أن تتركها، هذا بمقتضى الشرع. ماذا اختارت بريرة؟ اختارت أن تفارقه وتنشد غيره، وكان مغيث كما بينت لك أولا محبا لها، فكان يسألها أن تبقى وهي ترفض، فكان يمشي وراءها في شوارع المدينة يبكي وهو رجل، ويعصر لحيته من الدمع الذي يقطر عليها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراه، فيقول عليه السلام لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة وشدة بغض بريرة مغيثة؟ يعني انظر مقدار حبه لها ومقدار بغضها له، وهذه قلوب يقلبها الله عز وجل كيفما يشاء. والأول يقول في ذكر محبوبه: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. والمقصود لما قال عليه الصلاة والسلام هذا، أحب عليه السلام أن يشفع، وهذا موضوع الشاهد، وهذا موضوع الشاهد في الحلقة، أحب أن يشفع لمغيث، فقال لها، أي قال عليه الصلاة والسلام لبريرة: هذا أبو ولدك لو راجعته. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. الآن كم من الفوائد في ثنايا هذه المحاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبريرة: هلا راجعته؟ يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. بريرة تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار لها إلا الأفضل، فلو لم يكن لها من الأفضل أن تبقى مع مغيث لما أشار عليها بذلك، ومع ذلك لم تقبل. ليس أنها تشك في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها، محال، لكنها تريد أن تبين لنا أن الناس من المفترض أن لا يتحملوا ما لا يطيقون، فليس كل أمر تطيقه أنت يطيقه غيرك، وليس كل أمر تستطيع أنت أن تحمله يستطيع أن يحمله بنوك، وليس كل من حولك يملك من الجلد والصبر ما تملكه أنت، فقد تكون حياته قلبه منصرفا إلى شيء آخر. فأنت قد تكون رجلا فتح الله عليك في باب الصيام، فيك شدة، فيك قدرة، فأنت لا تلزم من حولك. لماذا لا تصومون النافلة؟ انظروا إلي، أنا أصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض وأكثر الشهر، ألا تصومون؟ أنت تدعوهم إلى الخير، نعم، لكن ليس كونك أن تقدر على الصيام يقدرون عليه، فقد يكون هم يقدرون على قيام الليل وأنت لا يتأتى لك أن تقوم الليل، أو يكون الأمر بالضد. والمقصود أن النفس البشرية تختلف من حال إلى حال، المراد ابتغاء ما عند الله والدار الآخرة. الأمر الثاني شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فليس في الحديث فيما أعلم أن مغيثا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع، لكنه عليه الصلاة والسلام رق لحاله فشفع، ومع ذلك قالت تلك الجارية المباركة ما قالت. هذا خبر، وقد وعدت بخبر آخر. الخبر الثاني في قضية الشفاعة: عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل عرف بحيائه، وفي الحديث: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كان له أخ من الرضاعة اسمه عبد الله بن أبي الصرح، وعبد الله آمن وأسلم وأصبح كاتبا للوحي، ثم لم يلبث أن ارتد، فلما ارتد عظم أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وأسلم، فدخل به عثمان شفيعا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي الأمان لعبد الله وهو معه. فلما دخله كأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطأ قليلا، وعثمان باق وأخوه بيده
يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة لعبد الله، بعد حين قبل عليه الصلاة والسلام وشفع وأمن وقبل توبة وأوبة ورجعة عبد الله بن أبي الصالح. جاء في الروايات أن عثمان دفعه إلى أن يشفع لأخيه من الرضاعة أنه قال: يا نبي الله، إن أمه، أم عبد الله بن أبي الصالح، أرضعت عثمان، إن أمه كانت تحملني وتتركه، كانت تحملني وتتركه، وترضعني وتقطعه، وتلاطفني وتبعده. يعني عندما نكون سويا لا تستطيع أن تحملنا الاثنين، فتحملني وتجعله يمشي، ولما تكون غير قادرة على الرضاعة زمنا طويلا ترضعني وتتركه، وأحيانا تلاطفني ولا تبالي به. هذه الأمور لم يكن عثمان يدركها وهو صبي، هذا في زمن الرضاعة، لكنه أخبر بها بعدما كبر. ولما كان عثمان رضي الله عنه أرضى عنوانا للوفاء، جعل صنيع هذه الأم دينا في عنقه، فأحب أن يكافئ ابنها على حسن صنيع أمه معه أيام الصبا، فأخذه وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له، ونال عثمان رضي الله عنه ما أراد وأمن عبد الله بن أبي الصرح، ثم عظم إسلامه بعد ذلك، وقاد الجيوش في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي زمن عثمان رضي الله عنه بعد أن ولي الأمر بعد عمر. قلت في أول اللقاء أن كل ما حرر إنما يتحدث عن الشفاعة الدنيوية. نأتي للشفاعة الأخروية. قلنا إن الشفاعة إما دفع ضر أو جلب خير، فمن صورها في دفع الضر يوم القيامة أن الناس في أرض الموقف يرجمهم العرق، تدنو منهم الشمس، ويصيبهم من الكرب ما الله به عليم، فيأتون أنبياء الله جملة منهم، ثلة كريمة مباركة منهم، فما يزال أنبياء الله يتدافعون الشفاعة حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فشفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف من باب دفع الضر، من باب دفع الضر، لأن جميع أهل الموقف ينالهم كرب عظيم من دنو الشمس منهم، ويحبون أن يقضى الأمر، فتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي أتاه الله إياه بعد أن وعده إياه في الدنيا. قال الله عز وجل له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا شفاعة دفع ضر. شفاعة جلب خير في أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لعصاة الموحد، بعض عصاة الموحدين أن يدخلوا الجنة فيدخلون الجنة، فهذا جلب خير لهم، أي أنهم يعفون من عذاب النار من وعيد الله ويدخلون الجنة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة فيكون طرقه إياها إذنا بدخول من كتب الله لهم أن يدخلوا الجنة أن يدخلوا، وهذا كله في الشفاعة الأخروية. أما قول الله عز وجل في الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، فهذا قطعا يتحدث عن الشفاعة في الدنيا، الشفاعة الدنيوية. ذكرنا وما زلنا نقول إن الأخيار يتقلدون الشفاعات في الدنيا، وكلما كان الإنسان ذا حظوة يقع عليه من الشرف ما لا يقع، من البلاء، من الجهد ما لا يقع على غيره. المتنبي يقول: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ويقول كذلك مما هو قريب من حالنا على قدر أهل، من حالنا أقصد من الموضوع الذي نحن فيه، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقد مر معنا ربما في دروس عدة أن ولما وقعت الاقتتال في البصرة في زمن بني أمية، وقام الأحنف بن القيس بالشفاعة بين المتقاتلين، طلبوا منه رهنا بعد أن تكفل بالديات، فأعطاهم رجلا يقال له مسعود، فكان من علو وشرف مسعود أنهم قبلوا به، وهذا يدله على
أي مقام لهذا الرجل عند الناس. ولهذا هذا من أجداد الفرزدق، ولهذا قال الفرزدق مفتخرا: ومن الذي أعطى يديه رهينة لغاري معد يوم ضرب الجماجم، عشية سال المربدان كلاهما عجاجة موت بالسيوف الصوارم، هنالك لو تبغي كليبا وجدتها أذل من القردان تحت المناسب. والقصيدة ضمن أبيات شهيرة يفتخر بها الفرزدق على جرير. المراد سوق الشفاعات الدنيوية التي كان الأخيار وما زالوا يتقربون بها إلى الله. لكن قد ينأى الإنسان عياذا بالله عن هذا الخير، فذلك الذي يشفع عنده لا يمضي الأمر إلا بطلب مادي، فيصبح هذا الأمر الذي كان أولا ابتغاء وجه الله يحيد عن الطريق، فتجد ذلك المسؤول ذلك القائم على الأمر يطلب مالا، تسمى هدية تسمى إكراما تسمى غير ذلك، وهي في حقيقتها في معناها رشوة حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه لا ينبغي للناس أن يكون حالهم كذلك، لكن لابد أن يفرق ما بين هذا الذي يأخذه صاحب الأمر صاحب الصلاحية، وما بين ما يشبه عمل المحاماة. فالمحاماة مثلا يأخذ صاحبها أجرا، لكن هذا ليست شفاعة، هذا إثبات حق، بمعنى أن المحامي يقتنع تماما بالقضية، ببراءة موكله، بحق موكله، بظلم أصاب موكله، فيريد أن يرفعه أو أن يجلب له خيرا أو أن يذهب عنه تهمة، فيترافع عنه في القضاء، يتكلم باسمه ويحاول أن يقنع الآخرين بصدقه وبرفع مظلمته، ويأخذ أجرا قطعا، بل قد تكون لا شيء يدر عليه رزقا غيرها فيقبل. فهذا كله لا يسمى رشوة ولا يسمى عمولة ولا يسمى عمولة محرمة، هذا باب رزق يفتحه الله عز وجل على من يشاء. فبعض الأشياء قد تلتبس على طالب العلم ابتداء، لكن تحرير المسائل يعين كثيرا. فالشفاعات تكون غالبا فيما لا سلطان فيه، لأن السلطان أصلا لا يملك الأمر، لكن الصلاحيات تختلف من حال إلى حال. فقد يكون صاحب الصلاحية الأمير السلطان الحاكم الشيخ المدير لم يتبين له الأمر، وإلا صاحب الأمر له حق، فأنت تبين له الحق في شفاعة حسنة، فهذا مما يؤجر عليه الإنسان، وهو مندرج في قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وأما قول الله: ومن يشفع شفاعة سيئة، فقد مر معنا أن الشفاعة أصلا لا، أن الدخول في قضايا الهدم والفرقة والإضرار لا يسمى شفاعة، لكن كما قلنا هذا من باب المشاكلة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والإنسان إذا راقب الله وخافه في السر والعلن وعظمه في الغيب والشهادة كان ذلك معينا له في غدوه في رواحه في قدومه في إحجامه. والله عز وجل يقول هنا محذرا مبينا: وكان الله على كل شيء مقيتا. وأسلوب القرآن في أنه يجعل المعين الحق على طاعة الله هو مراقبته تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة والخوف منه، مع الرجاء والطمع في رحمته تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه. إن شاء الله تعالى نفي إلى فاصل، ثم بعده بإذن الله نجيب على أسئلتكم، وقد وصلتنا أسئلة كثر من مواطن متفرقة عبر موقعنا، أسأل الله أن يجعله موقعا مباركا، موقع الراسخون في العلم. نفي إلى فاصل ثم إن شاء الله نجيب على أسئلتكم. الحمد لله، وبعد، كما جرت العادة هذا الجزء الثالث من اللقاء، وعنوان اللقاء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. واخترنا جزء من الآية: يكن له نصيب منها. هذه بعض الأسئلة التي وردتني
من طريق موقعنا، جعله الله موقعا مباركا، موقع الراسخون في العلم، نختار منها بعض الأسئلة. الأخ محب الرحمن يقول: هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ الجواب ذا شقين. ننظر في هذا الاغتسال ما سببه، فإن كان سبب ذلك الغسل رفع الجنابة فإن الغسل يغني عن الوضوء، وإن توضأت كان أكمل. أما إذا كان الاغتسال اغتسالا غير شرعي، يعني ليس المراد به رفع حدث، وإنما الإنسان يتطيب يتطهر، فهذا يلزم منه أن يتوضأ الوضوء المعروف على الترتيب، ولا يكفي إهراق الماء كله على الجسد كما كان يكفي في محاولة الإنسان غسله في غسله رفع الجنابة عن نفسه. هذا سؤال الأخ محب الرحم. الأخ يوسف الحميد يقول: هل يجوز الزواج من الكتابية وهي على دينها، وأين يتم عقد الزواج؟ لعل مر هذا معنا في دروس، لكننا بما أن الأخ يوسف سأل نجيب. نعم، يجوز أن يتزوج المسلم المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، لأن الله عز وجل قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. لكنه يلزم أن تكون تلك المرأة الكتابية عفيفة، وليس المراد أن تتخذ خدنا وأن يكون لها المهر. من الذي يتولى تزويجها؟ يتولى تزويجها وليها، يزوجها أبوها. فإن أبى أبوها ورفض أو لم يكن موجودا، يزوجها أقرب عصبتها إليها. فإن كان أقرب عصبتها وبقية العصبة غير موافقين على زواجه على زواجها من المسلم، فيزوج هذا الشاب المسلم إياها، أي المرأة الكتابية، من له سلطان من المسلمين. فلو كانوا مثلا في بلد غير مسلم، في بلد أوروبي مثلا، رئيس المركز الإسلامي، إمام المسجد الكبير الذي جرت العادة أن يصلي فيه الناس، وأشباه ذلك، من يأخذون مثل هذا الحكم يتولى تزويج المرأة لهذا الشاب، لكن لا تزوجها أمها ولا غيرها، إما العصبة وإما هذا الذي يقوم مقامهم من المسلمين، والعلم عند الله. وإن كان أكثر العلماء اليوم لا ينصح بالزواج من الكتابيات، وهو حق. الأخت داليا مبارك تقول: هل يتوجب السجود عند سماع آية بها سجدة عن طريق التلفاز أو الجوال؟ في القرآن آيات تعرف بأنها مواضع سجود، على خلاف بين الفقهاء في تحديدها، وإن كان الأشهر أنها 14 موضعا. الإنسان إذا قرأ القرآن أو كان يسمع للقرآن تعمدا، يعني يسمع لتال يتلو، فالأكمل في حقه أن يسجد، لما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المؤمن القرآن ثم مر بآية سجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالأكمل في حقه أن يسجد، لكنه لا يرتقي إلى أن يكون واجبا. أما إذا كان الإنسان لم يتعمد السماع، فإن اللزوم في حقه لا يكون مثل الأول، أي لا نقول من الأكمل أن يسجد، بصرف النظر عن التلاوة، سواء كانت من التلفاز أو كانت من غير التلفاز. حتى لو كان يقرأ من المصحف، يقرأ من الجوال، الآن أكثر الجوالات فيهن مصاحف، فلو قرأ من مصحف الجوال ومر بآية سجدة يسجد ولا حرج، كأنه يقرأ من المصحف. العبرة بالتلاوة، لا العبرة في أي كتاب تتلو، من أي مجلد أو كتاب تتلو تلك الآيات. الأخ محمد الصافي يقول: هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في إيمانهم، ولهذا عد إيمان أبي بكر أنه يرجح على إيمان الأمة كلها. فالإيمان يختلف من حال إلى حال، من رجل إلى رجل، وكلما كان الإنسان معظما لشعائر الله، قريبا من الله، مكثرا للصلوات، يعطيه دلالة على أن إيمانه قد زاد.
وفي الآية كريمة أيكم زادته هذه إيمانا، والله يقول يزداد إيمانا. فازدياد الإيمان حق، كما أن دخول الإنسان في عالم الفجور، في عالم المعاصي، في الدنو من الشهوات، في الإحاطة بالشبهات، كل ذلك عياذا بالله يجعل القلب إلى القسوة أقرب، وهذا من أمارات وعلامات نقصان الإيمان، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكور. الأخت المصونة الحميدة تقول: ما معنى قول الله عز وجل فبصرك اليوم حديد؟ هذه الآية الكريمة وردت في سورة قاف، الله عز وجل قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال بعض أهل العلم: سائق ملك يسوقها وملك يشهد عليها. وقال بعض أهل العلم: ملك يسوقها، والشهيد هنا عمل الإنسان يشهد عليه. والأول قال به بعض أجلاء الصحابة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، أي في الدنيا، واختلف لمن الخطاب هنا، وأبعد بعضهم، فقيل إنه للنبي عليه الصلاة والسلام وأراه بعيدا، وقيل للكافر، وقيل لكل أحد. لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد، أي قوي نافذ. وقد قال أهل العلم إن الكفار والمؤمنين يومئذ في البصيرة سواء، في العلم بأن الأمور استقامت وأن ما أخبر الله به حق، سيكونون في أرض المحشر كلهم، كل أرض أهل المحشر على حال واحدة. سدلوا بأن الله عز وجل قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. فهم لا يتحدثون أبصرنا وسمعنا عما مضى، وإنما يتحدثون عن هول يوم القيامة عما يرونه. فيقول الله عنهم أنهم قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي تبين لنا الأمر، تبين لنا الأمر حقا كما كنت يقول لنا القرآن، كما تقول لنا الكتب المنزلة والرسل التي بعثتها. قال الله بعدها: فبصرك اليوم حديد، قوي نافذ. وقد قالوا إن الآخرة بالنسبة للدنيا كاليقظة بالنسبة للمنام، الآخرة بالنسبة للدنيا كاليقظة بالنسبة للمنام. فهذا أرجح أقوال أهل التفسير في الآية، والعلم عند الله. هذا يقول، اسمها أمل الأمة تقول: كيف يسدد الدين القديم وقد فقد أصحابه؟ الدين عظمه الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشهادة في سبيل الله وهي من أجل العطايا والمناقب والمآثر، قال، أخبر أن الشهادة تكفر، ثم قال: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. وكان عليه الصلاة والسلام قبل الفتوحات لا يصلي على من كان عليه دين حتى يقوم أحد فيتحمله. وهذا كله يبين لك على تشديد الإسلام في أمر الدين. الأخت أمل الأمة تقول: كيف يسدد الدين القديم الذي فقد صاحبه؟ ينبغي عليك أن تحرصي كل الحرص على أن تعلمي أين صاحب الدين، حتى تنقطع بك السبل ويغلب على الظن أنك عاجزة في الوصول إلى أهله، إلى أصحاب الدين. فإما أن تبقيه دهرا رجاء يعوب إليه ويسألوك إياه، وإما أن تتصدقي به عنهم بنية أصحاب ذلك الدين، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بذلك المال الذي هو أصلا هو حق لهم وملك لهم يجب أن يرد إليهم، لكنك لجأت للصدقة لتعذر الوصول إليهم، خاصة إذا كانوا موتى في مكان بعيد، فقدوا في مكان بعيد. الأخ علاء محمد يقول: هل الأذكار تكفر الكبائر؟ مشهور عند العلماء أن الكبائر تحتاج إلى توبة، وأن الأذكار والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان لا يكفر الكبائر، هذا عليه الكثير من أهل العلم، لكن بلا ريب أن ذكر الله قوت للقلوب وبه تطمئن. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فكثرة ذكر الله لا ريب أنها من المكفرات العظام ومن الطرائق الحميدة في تقوى الله عز وجل ونيل أجره ودنو عفوه والوصول إلى رحمته.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث سيد الاستغفار. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أخبر أن من قاله في الصباح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة وهو موقن به، ومن قاله في المساء موقنا به ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهذا يدلك على فضيلة الأذكار عموما وعلى فضل دعاء الاستغفار على وجه الخصوص. الأخت الهام يوسف تقول: ما أفضل الأعمال بين الفجر والضحى؟ صلاة الفجر بالنسبة للرجال خاصة تشهدها الملائكة. ربنا يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد كانت نساء الأنصار يحرصن على صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا نساء الأنصار يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلحفات بمروطهن، ثم ينقلبن إذا قضيت الصلاة لا يعرفن من الغلس. فالحديث فيه دلالة على أنهن يشهدن صلاة الفجر. ثم إن الإنسان يمكث في ذكر الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويأتي بالأذكار على وجهها. ثم إذا رمضت الفصال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واشتد الضحى جاءت صلاة الأوابين. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. كما أن ذكر الله عز وجل في هذا ذلك الوقت من القربات لحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. هذا سائل يقول: معنى قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله عز وجل قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هو ده السؤال، يعني يأتي بقضية لماذا وصفت الحياة الآخرة بالحيوان. هو قد يأتي في الذهن الحيوان الدابة المعروفة، لكن ليس هذا مقصود الآية، لكن حتى نقرب المعنى للسائلين والسائلات. الآن عندما يكون هناك وليد لتوه ولد، ما الذي يدل على حياته؟ إما استهلاله صراخه وإما حركته. فإذا تحرك اطمأن أهله أنه حي وأنه طيب وأنه معافى، واضح؟ عندما يكون هناك قدر موضوع على نار، متى نعرف أن النار مؤثرة فيه؟ إذا رأينا ذلك القدر يغلي. هذا الغلي يسمى في اللغة غليان. الغليان يدل على ماذا؟ يدل على الحركة، يدل على وجود حياة، وجود حركة. فوزن فعلان في اللغة يدل على الحركة. وزن فعلان في اللغة يدل على الحركة. لهذا اختير هذا الوزن في هذه الآية ليبين الفرق ما بين الحياة الآخرة وحياة الدنيا. فكأن الحياة الدنيا راكدة إذا ما قورنت بالآخرة. ولهذا قال الله: لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فقال لهي الحيوان بمعنى أن الحياة الكاملة التي لا يشوبها نقص إنما تكون بعد يوم القيامة. فاختيار وزن فعلان هنا مقصود لذاته لما يدل عليه والعلم عند الله. والبعض يقول إن الواو والألف والنون للمبالغة، وليس هذا ببعيد، المعنى كله يؤدي إلى مقصود واحد. كذلك من الأسئلة التي وصلتنا، الأخ خالد بونهاية يقول: هل ترتيب السور توقيفي وما حكم قراءة المسبلة بداية كل سورة؟ نعم، المشهور عند العلماء أن ترتيب السور في المصحف على الحال التي تراها الآن، يبدأ الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، إلى أن نصل إلى سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل ذلك وما بينهما توقيفي أخذه الصحابة كتبة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نقول إن ترتيب السور توقيفي، فكذلك ترتيب الآيات في السورة ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة البسملة فقراءتها سنة
في بداية كل سورة باستثناء سورة براءة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونسألك اللهم عفوك وعافيتك والفوز بجنتك والنجاة من نارك، ونسألك اللهم الحياة الطيبة والعمل الصالح والخاتمة الحسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.